الأزهر الدوح ملء الغوطتين شذا، أم ذاك عطرك فوق الجيد ينسكب، وذلك اللحن هل أصداء ضحكتها، أم القدود إذا ما أنشدت حلاه. ينام عليك يا حق، هدول التياب للغسيل، امسكي يا اختي. تقبرني انت واواعيك، رح اجيب لك احلى تياب. هذا حجاب فريد. شو جابوا لعندك؟ الفت الفت من شاني من شاني بواتك. صبحي يا مبارك ويهنيكم بالسلامة. إلهي إن شاء الله ألف مبروك والحمد لله على سلامته. الله يبارك فيك. تسلمي لي. طمنيني إن شاء الله أمورك تمام. إيه تمام تمام. باين فوت تفضل. ميت أهلا وسهلا. أهلين بالعروس. لك ميت أهلا وسهلا فيكم. لك شو في؟ ما في شيء أبي، بس ألفت كانت عم تأخذ التياب بدها تغسلهم. مسكي أختي حطيهم هلا من على جناب وبعدين بتغسليهم. يلا قيمي من ايدك وروحي سلمي على الضيوف. شو كانت عم تبكي؟ لا ابي لا ما في شيء، بس هيك مشتاقت لي وفاقده شوي. كمان انت يا ابي مو حلوه، روح سلم على الضيوف. ايه شحني لاحق. Thank you.
شو بك يا إلفت؟ مالك على بعضك؟ ما في شيء. لك انت بتأمري يا حجي، هلا بعد شوي جاي اللحام، رح نذبح احلى خروف على رجعة عبدو بالسلامة. ايه والله يا حجي، لازم تسيح دم من العيون. لعيونك خروفين؟ لا يا حجي، لعيون الحسان، وبعدين خلي الخروف الثاني لرجعة فريد بالسلامة، يا اما على الجوازة الثانية. الله عليك يا حجي، لتيجي الصبي منصلي على النبي. هذا اللحم. الفت شو بكي؟ يو؟ تفضل عمي، تفضل. يا بي عبدو داونا هسلو من عندك. بلاها يا بي، بلاها. ليش يا بي؟ خير؟ إيش كان بدك تذبح خروف؟ ذبحه فدو عن روح أخي فريد الله يرحمه. هذا حجابه يا بي. أخي مات بين إيدي الله يرحمه، ودفنته مثل ملازم. عمي هذا الخروف بتذبحه على نية الرحمة لأخي فريد، وبتوزعه على كل الفقرة بالجامع. وإيش كان حدا سألك عن الأخذ بالخاطر؟ قل له نحن ما رح نفتح حزم. عبدو الشهيد ما بنعمل له عزا، الشهيد بنعمل له عرس. وبتقول لكل مين بيسألك بالحارة المباركة بشهيدنا مفتوحة بهالبيت أنت ما بيحب. كتر خيرك عمي. مشان الله يا بي طول بالك. أي طعم للحياة بعد رحلة القلب الأخيرة؟ من يعيش بلا قلب؟ وهل هناك حياة بلا قلب؟ كم يتسع قلبي للحب؟ كم تتسع الحياة وتطول بانتظار حلم اللقاء الذي لن يتم؟ حنونة هي الشأم، تسعت لروحي ولطيف حبي، هي الباقية في حياتي، بل هي الحياة، أهلها صانعو الحياة، بل هم صناع الدنيا، ومنهم وبهم أفهم القوة، وأفهم الصبر على الشدائد، وأكاد أؤمن بأن أيوب قد تربى في حواري الشام وبيوتها. هذا مو دفتري؟ بلا دفترك. ايه وكيف عم تقري فيه؟ بدي اشوف شو كاتبه عنه. عنكم؟ مين انتو؟ انا والشام. ايه اذا هيك غلبتيني، كان بدي ازعل منك بس بطلت. ماري هلأ عن جد ايوب شامي؟ يعني لازم يكون هيك. أي مستعوي لك قهوة. نفهم يا نزار ليش بليلي ما فيها ضو قمر، بعتي اللي فوقك واللي تحتك بتراب المصاري، وخليتنا نضب اغراضنا بانصاف الليالي ونهرب مثل الحرميه. وانا كمان من حقي اعرف ليش جوزي طلقني واخذ مني اولادي.
انت بتعرف شو اخر كلمه قال لي اياها؟ قال لي بس كرمال الخبز والملح رح اسمح لك انك تهربي معهم. فهمنا ابي، فهمنا شو اللي صار هنيك. بس ساعة رجعنا من اسيتاني وانت ساكت. من وقت ما سيطر الاتحاد والترقي على الحكم وهن عم بيشتغلوا على تفكيك الدولة العثمانية، الكل مفكر انه الاتحاد والترقي هي حركة ثورية لإيقاظ الدولة، بس بالحقيقة هي حركة يهودية مدعومة من الغرب لتفكيك الدولة. وأول شيء بلشت فيه الحركة هو التفريق بين العرب والأتراك. لفقوا التهم لكل عربي بيشغل منصب بالدولة. بالفترة الأولى أنا رفضت لأنه كان ولائي مطلق للسلطان، بس شوي شوي قدروا عن طريق الجواري اللي كانوا يهدوني إياهن وحطهن عندي بالبيت قدروا يلزقوا فيني تهمة الانتماء لعروبتي. مع الأسف ما لقوا حجة غير إنه أنا أصريت على تعليم أولادي اللغة العربية. هددوني وابتزوني. إجاني كم واحد يهودي عملوا حالهم متعاطفين معي وعرضوا علي يشتروا كل أملاكي بربع القيمة مقابل ما أطلع بلوشي. وجوزي؟ جوزك ضابط تركي وما بده إياكي عربية مشان ما تنحسب عليه وحدة. يعني نحن هلأ خسرنا كل شيء، خسرنا بلدنا وخسرنا البلد اللي خلنا بلدنا مشانها، ما هيك؟ أنا ما خلت، أنا كنت عم زبط حالي مثل ما كل واحد كان يزبط حاله. والشباب اللي عدمهم جمال باشا، مين قال إنه أنا أو حدا تاني قادر يوقف بوشه لجمال باشا؟ ما كان حدا قادر يسأله عن الإعدامات ولا كلمة، واللي جرأ وسأله كلمة واحدة صار بخبر كان. وهلأ؟ هلأ أصلاً لازم تطلق زبيدة. ما رح طلقها. هلأ حليت بعينك؟ وقت كانت عندك كنت عم ترفسها. أمي فهميني منيح، أنا غلطت بحقها لزبيدة، غلطت بحقها وبدي صلح غلطي. لك يا جماعة أنا بحبها للبنت. هذا الحكي ما عاد يفيد، لازم تطلق زبيدة. وليش هذا الحكي هلأ ما عاد يفيد؟ ليش لازم تطلقها؟ فهموني، لازم تطلقها. بلكي سعيد بتركنا عايشين بحالنا هون. رجال وقد حالك، ها دير بالك ابي موصيني فيك. لك كلها مهمة صغيرة وراجع لك اخي. الله يلعن ابو هالأدراك، على ابو السفر برليك والاخذ عسكر اللي زتونا زت بهالحرب. يلا ما تخلص. بدها تخلص، بدها تخلص لك فريد، بدها تخلص هالحرب وبدي ارجع انا وياك عالشام. بعدين أخذونا على الجبهة عند حدود روسيا، قرنة بعيدة كتير وأنا ما بعرف شو عم بيصير بهالدنيا. ما في شي حوالي غير القتل والضرب والدم. يا لقلبي عليك يا أخي شو تحملت. الله لا يوفق العثماني شو عمل فينا وبشبابنا. بعدين طولت الأخبار لوصلتنا
إنه الشريف حسين قام ضد العصم اللي ومن وقت ما دريت بهالخبر وأنا عم أتحين الفرصة اللي أقدر أهرب فيها. والهريبة صعبة كتير بهديك الأراني، شو وين؟ كنا بقرنة مقطوعة كلها برد وتلج، برد بقص المسمار. بس ما كان في عندي حل تاني، كان لازم أهرب، لأني كنت يا رح موت برصاص العصم اللي يا أما رح موت من البرد على الطريق. المهم بيوم من الأيام إجت لعند منا قافلة إمدادات، قمت أنا تحينت الفرصة، هربت لحقتها وتخبيت فيها. وصلنا لأراضي بعيدة كتير، الله وكيلكم ما بعرف وين هي. أهم شي بالنسبة إلي إنه ما كان فيها لا برد ولا تلج، وتميت عم أمشي 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 أمشي، أمرق من ناح بستان أطف وآكل، أمرق من ناح نبعة مي أشرب منها، شوف عالم عم بيعتلوا أتحش حالي بيناتهم، عتل مثل منهم، أقبض قرشين وروح، وبس أتعب دور وين في شجر وين في حراش وأتخبى بيناتهم ونام من شان ما حدا يشوفني. طيب وليش ما سألت أنت وين؟ ما بسترجي شو أسأل، بيقفروني إني فراري بعدين. بالعكس كنت أعمل حالي أخرس من شان الناس ما يسمعوا حكي ويعرفوني عربي. مسكين قديش تعبت. إيه والله يا خالتي تعبت كتير، ما بعرف قدي صلي على الحالة شهور ولا سنة، والله العظيم ما بعرف. بس مالكن علي يمين، أنا وصلت لبلاد وسمعت الناس عم تحكي فيها عربي، الدنيا كلها ما عاد وسعتني. هون بس عرفت إنه أنا صرت بخير والحمد لله. شحني قدامكم. الحمد لله يا أبي، الحمد لله إنك وصلت بالسلامة. إن شاء الله بكرة تنسى كل الهم والتعب يا أبي. شو يا أبي؟ كأنه في بتمك حكي. أخوك فريد. أستاذي بالرحمن ابن عمي فريد شهيد، إن شاء الله هلأ بالجنة مع الأولياء والصالحين. آمين يا رب. الله يسمع منك. والله يا عبدو بسنين الحرب كل الناس عم بتعاني، أنت قضيت، وأختي بسيمة حملت حمل رجال ما بيقدروا يحملوه. مو طايق يسمع مني كلمة، بعدين حكيه ما عم يجيب معه نتيجة. بسيطة يا مو، أنا هلأ بحكي معه. تصطفي الأمي، أنا والله تعبت، طول عمري عايشة معه هيك، المشاكل بتبدأ من عنده. طولي بالك طولي بالك يا أمو، أنا رايح شوفه. شو بدك أنت التاني؟ بدي أحكي معك كلمتين يا أبي. مشان شو؟ مشان ده. وشو بكن أنتو؟ شو ناقصكو؟ شو مشان خالتي الفات؟ شو بقية التانية؟ يعني إنه صلى جمعة ببيت أهله. إيوة. وحضرت جرابك شو حشرك؟ كيف يا أبي؟ هي خالتي مرت أبي. اسمها خالتك مرت أبوك، يعني مين مسؤول عنها؟ أبوك. أمك عم تحشي لك براسك هالحكي ما؟ أمي ما دخلها، ما لها علاقة. لك عم بتروح بتقلها إنه ما لها علاقة، لا هي ولا أنت ولا حدا يتدخل بشي نهائيا. طيب يا أبي بركدا حدا سألني عنها شو بدي أقول له؟ مين رح يسألها؟ يعني أهلها مثلا. لا تخاف، أهلها بيعرفوا بالأصول، وبدهم يسألوا عن شي بيجوا بيسألوني أنا، لأنه أنا جوزها، فما؟ إذا أنت شايف هيك الأصول فمثل ما بدك. درميل من خلقتي. أمرك يا أبي. يا عمي نياب ونشي لفي. نشفت ريقي يا أولاد الكلب. أصلاً لوين رايح؟ مو قلتي لي كون رجال وأتصرف لحالي؟ ليكني رايح أتصرف. أصلاً من شان الله دير بالك، من غير شي سوفتنا حمرة بالشام. لا تاكلي هم اختي، لا تاكلي هم، من هون ورايح كل شي رح اعمله بده يبيض صفحتنا بالشام كلها. اختي هي غالية عليكي شوي، هي بتقضي غراض وسعرها ارخص. طب رفعي عن وشك مشان تشوفي اللون لك اختي. شوفي لي الخامة
قديش المتر هاي حجين؟ بلاش. لا قصدي يعني خلاص بنعمل لك سكر. علي لازم تعمل لعب. يا سكر هذا حلو كتير على القلطة، ها ببيض لك وشك قدام ضيوفي. شوفي لونه ما احلاه. يا بي تكي وراجع. وين رايح؟ مو شايف عندنا زباين يا بي؟ ما بطول. لا حول الله. شو قلت حجي؟ خلاص لعيونك، رح نعتبرهم من العبلة الجيبة. كم مدرعة بدك؟ حط لي ثلاثة. بكفوا. قولي على قلبي، إن شاء الله ما خربط بقياس. سعيد اسمعني. نعم تفضل. والله العظيم والله العظيم ما بعرف شيء عن شغل ابي ولا لي علاقه فيه. يمني من ابوك انت يا رجال، كنت كفو مع اختي؟ عرفت تعزها وتحفظ كرامتها وتصونها؟ لك اخي انا غلطت وما اعترف بغلطي. بعد شو سعيد؟ انا رجال وعم بحكي معك كلام رجال. أعطيني فرصة وخليني أشوفها. لك يا أخي إذا كنت عم تحاسبني على أخطائي معها فأنا بعترف لك وباصم لك بالعشرة. الغلط راكبني من راسي لأساسي، وإذا عم تحاسبني عن عمايل أبي فوالله العظيم ما بعرف عنها شيء، ولو كنت بعرف ما برضى. حسبي الله ونعم الوكيل. لك سعيد زبيدة مو مرتي وعزمتي. يا أخي اسمح لي أشوفها وخليها هي تقرر. ماشي، لنفرض أنه سألناها ورضيت، شو اللي بيضمن لي انك ما ترجع تهرمها مثل اول؟ اخي حط الضمان اللي بدك اياه. اصلا انت لازم تعرف كثير منيح انه انت شيء وابوك شيء ثاني. فهمت علي؟ فهمت. ناشفة يا بنتي، صلن شهر ما وصلوا المعونات. يلا بتهون الله بيفرج. الله يسامحه لعمك، هو السبب بكل هالبهدلة والتعتير تبعنا. لو عطانا حقنا ما كنا وصلنا لهون. لا عطاك لي هم، الحمد لله نحن بصحتنا وعافيتنا. الله يسعدك يا بنتي ويبعث لك نصيبك إلهي يا رب. امشي امشي، مو وقته هالحد هلا. مجلة عروس، مجلة عروس، أول عدد من مجلة عروس. بعد أربع سنين رجعت مجلة عروس. معوضين عمي. مجلة عروس، مجلة عروس، بعد أربع سنين رجعت مجلة عروس. مجلة عروس، مجلة عروس. لو سمحت أعطيني نسخة. حلوة المجلة؟ كثير حلوة. إن شاء الله معوضين. يسلم إيديك. بعد حبيها وكل شيء حتشتغل من عندي عدد جديد. يسلم إيديك. مجلة عروس، مجلة عروس. اسمعوا الشعر اللي كاتبته ماري عجمي عن الأمير فيصل. هاتي سمعينا. لمن بسمت هذه الربوع الثواكل، لمن خفقت هذه الصدور النواحل، لمن هشت الدنيا وحنت رفاتها، لمن شكت الظلم الدماء السوائل. شو يعني؟ سمعينا حجة، كملي سميحة كملي.
لفيصل رب المجد من عز بغية، لفيصل من أومت إليه الأنامل، لفيصل من للعرب رد فخارها، لفيصل من ذلت لديه الجحافل. حديث وهم أم هواجس نائم، أم النصر حقا قد جلته الفياصل. سلام على العرب الذين تهافتوا، سلام ودود لا يفيه المخاتل. هم النار إن أصلت عداها تخاذلوا، هم الأسد إن هاجت فأين المقاتل. وأهلا وسهلا بالذين توافدوا، لهم كل قلب والضلوع مناسل. الله الله يسلم تمك يا ماري خانو. يو على أساس أنت فهمانة هالحكي؟ فهمانته لكن ماني فهمانته، مو سامعتيني عم أقول الله. هاتي لشوف، شوف أمتي. إيه يعني واضحة، ماري خانو عم بترحب بالأمير فيصل وتقول له أهلا وسهلا. المكتوب فيه عم بسيمة. صلاة محمد؟ إيه شو مكتوب؟ هلأ منقرأ ومنشوف. خدي اقري انتي. وليش ما تقري انتي؟ انا قرايت عقدها. وانا صار لي زمان مو قريانه، شكلي نسيانه. تسلموا لي انتو التنتين، هاتوا لشوف هاتوا. عنك عنك يا ابي، هات انا بقرا. خذ يا ابي خذ. شحا، امراه من بلدي. اكيد هي هي. يلا عبدونا طبطلنا قلبنا. ايه يلا. مكتوب: بسيمة أم لطفلتين توفي زوجها بعد أن أكل داء السكري قدمي. بسيمة امرأة تشبه النساء بالأدب والحياء والحشمة والجمال والحنان واللطافة وحسن المعشر. تقبرني. وتشبه الرجال بالقوة والكفاح والنضال ومقاومة العدوين. ومقاومة العدوين، الأول هو العادات البالية والثاني هو المحتل العثماني. شو حلو. ما بقدر، أصلاً زلني وقهرني. بعرف أختي بعرف، بس كمان الطلاق مو كلمة بتتم، الطلاق خربان بيت. منتبه على حالك يا سعيد؟ صاير عم تحكي مثل أبوك؟ زبيدة، أنت أكتر وحدة بالدنيا بتعرفي قديش أنا معك، وما رح خلي شي بالدنيا كلها يا تيضيمك طول ما أنا عايش. أنا اليوم حسيت قديش ندمان وقديش رايدك، وأنا ما عم أقلك رجعي له، أنا عم أقلك إنه أنت بعدك مرته وعلى زمته، فما بيمنع إنه تسمعي. ماني طايقة أشوفه. معلش أختي معلش، تعي على حالك وجوري على نفسك شوي واسمعي ولو مرة وحدة، وأنا بوعدك ما رح يصير غير يلي أنت رح تقولي عليه. أخي ما رح تستفيد شي غير أني رح أبزق بنص وشه. لا يا زبيدة، مو أختي اللي بتبزق بوش جوزة. ما تواخذني، طلعت من قهري. يلا لشوف، بدي أسمع منك غير هالكلام. كرمالك وبس، لأني ما بحب فشلك. إيها هاي هي أختي اللي بعرفها. خلص مثل ما بدك. إلا يا حبيبي على الفضيحة. خير شو بأبوك؟ لكن هذا اللي بيعاشر المتعلمين. أكيد مشان المقالة اللي مكتوبة عن مرت عمك بالمجلة. سعيد يا سعيد. يلا يا أبي نازل لعندك. هلأ شوفي كيف رح يحملني القصة كلياتها. سيد. شو؟ مو بتقرا انت؟ اقرا تفضل. صرنا ننشر غسيلنا بالكزيطات هيك على عينك يا تاجي. طول بالك طول بالك يا ابي. لك شلون بدي طول بالي؟ اللي مكتوب هون مبين اشكرا انه قصة مرت عمك الله يرحمه. لك لا بقى في عيب ولا بقى في حياة. ما في شيء المكتوب عادي. سعيد؟ لك شبك شو عادي؟ من امتى قصص حريمنا بتنكتب بالكزيطات؟ لك من امتى؟ لا بقى في اخلاق ولا بقى في اصول.
وانت ليش مضايق حالك يا ابي؟ طول بالك تصطفل، يعني شو بدك فيها تصطفل؟ شلون تصطفل لك سعيد؟ لك هي مالت اخي، انا مسؤول عليها قدام العالم. طيب يا ابي شو بدنا نساوي لها اذا كل رفقاتها هيك بيكتبوا عندهم مجلات واشغال وجمعيات؟ لك هي واللي حواليها بيسوا رجلي، الحرمه طول عمرها ابرى بيتها. يا ابي مو كل الحريم هيك. رح ناولك ها سعيد؟ يلا حضر حالك. لوين؟ بعدين بقول لك. بامرك. فكرك خطبته لسميحة هلأ لالله؟ والله ما بعرف يا مو. ابقص ايدي من هون اذا ما في موال براسه بده يغني. يلي فات فوتت الفات، مو بعيدة عيدة. بعيدة؟ لا مو بعيدة. سميحة تعالي يا مو. عاوزتك شوي. حليانة سميحة، سميحة أنتي أكيد رايتي لسعيد. أمي أنتي شو بتعرفي عن الجواز؟ إيه أمي بعرف. شو بتعرفي؟ الجواز يعني رجال ومرأة يعيشوا مع بعض على المرة والحلوة، والمرة قبل الحلوة، يسندوا بعض ويتحملوا بعض ويحنوا على بعض. المرأة لازم تمشي جنب الرجال مشان إذا وقع تمسكه وتوقفه على رجليه، ما لازم تمشي قدامه مشان ما تحسسه إنه أحسن منه، وما لازم تمشي وراه لأنه ما أنا أقل منه. لازم تكون ستر وغطى عليه بعيوبه قبل منايحه، صح هيك؟ إيه طبعا صح. اسم الله حولك وحواليك. منين تعلمتي هالحكي؟ منك أنتي، تعلمت منك. وأنا هلأ عم بتعلم منك، وأنتي بكرة بتعلمي بناتك وولادك حتى يشوفوا حالهم فيكي. بأحلام أحلى بنت. الله يرضى عليكي. والله يا عمي عبدو من الآخر الشغل بهالأيام بده قلب حاضر، قلب مكن. يعني التجار اللي مثلنا صاروا مجبورين يلقوا رزق اللقوطة، خدمتك بلقمتك. شلون يعني صاري؟ مبينة لك عبدو، مبينة أشكرا، لأنه التجارة المحرزة ما في مين يحميها، لا في دولة لا في قانون وما في بضاعة من أساسه. بس على حد علمي انك انت فايت فوتك مع جماعه بيشتغلوا بالسياسه وضامن حالك، وبيناتنا صهري انت ما بينخاف عليك، بينخاف منك. حبيتها منك اي. ماشي بقى، عم قول يا حالي يعني اذا في حواليك شي تجاره شي شغله، يا منتشارك يا منتبارك. تفضل يا ابي. اعطي جوزك بالاول. لا عمي الواجب لك، من على اليمين لو أبو زيد على الشمال. بيضل قدرك كبير صهري ولو، عطي جوزك أختي بالأول عطيه. تفضل ابن عمي. يسلموا. وحلفانك أنا بفدي أبو سعيد. صحة. يسلموا. ما بدي أختي. عدي أختي. عدي. شو نحن عنا ضيوف غربة؟ جوزك وابنه ما في حدا غريب. عدي ليش لتعود؟ هذا حكي شغل لك عمي. سيدي حكي شغل ولا حكي غيره، تعود بتسمع مثلها مثلنا ولا فيها غلط هاي؟ مو قصدي يعني، بس النسوان ما بيحبوا حكي الشغل، ما لهم مصلحة فيه. هلا بتضوش. معلش عبدو، ما هي حلوة اترك مرت ابوك بتعرف عروس جديدة. ها اجهلك كلامي؟ على كلين ضبي بإجتك أختي، هلأ بس يمشي جوزك رجلك على رجله.
ايه شو قلت عبدو؟ مشان التجرة شو بنا؟ والله ليك يا صهري لأقول لك من الآخر، أنا حديث الشغل هاد كله مالي فيه، بدك تحكي هذا الحكي مع المعلم أبو عبدو. مو غلط. تعرف شو الفرق بيني وبين أبوك؟ يعني أنا حلاب النملة وبشتغل على الضيق، مو؟ هو قال لحاله، أنا ما قلت له شيء. ومو كل شيء بالحلال؟ معلوم يا بي، معلوم، أعوذ بالله. معناها خلاص. شو قصدك عبدو؟ يعني نحن عم نشتغل بالحرام؟ ومين قال هالحكي يا عيب الشوم؟ اي سيدي، اسمحوا لنا. استنى صاري، استنى للضب الفت بإجتك. لا معليش، خليها عنكم كم يوم، ما لحقت تشبع من شوفتك. خليها هون يا بي كم يوم، معليش خليها هون، ما بصير شيء. خلينا طريقة عبدو. يا الله. يلا يلا بالإذن عمي. اسمعي يا حرمي، طالما أنت على سمتي معناتها مصروفك برقبتي. أنا ما بحب حدا يعلم علي. يو شو هالحكي هاد؟ والحرمة اللي بتحط كل التوك والعيب بجوزها بيكون جوزها ماله رجال، وانت بتعرفي انه انا رجال ومكتر. مسكي. شو عم تعمل صاري؟ مو عيب؟ مش كان بدك تعمل فرق بين الأهلية لنفهم؟ لا أخي، هدون دين إلي مع ابن عمي. بتاخديهم ببيتك مو ببيت أهلك؟ شبنا أبو سعيد؟ نعرفك رجال صغرت ومعدل، شادين ظهرنا فيك نحنا. شو عليه؟ شرفت وبتشرف إمتى ما حبيت، هون وبيتك واحد إن شاء الله. بسيطة. يلا يا أبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عجبك هيك؟ لكن ايه، المشاكل طول عمرها خاطره مع النسوان، وهي قصة مطاطة، اللي ما بيجي معك دعا معه. والله يا أبي، اللي ما بده يحترم حاله ويحترمني إن شاء الله بستين عمره ما يجي معي. لشو كل هالرفقة الخرطي من أساسها أصلا؟ عدم المؤاخذة ابن عمي، بتحبوا حضر لكم أكل؟ إيه حطي. تكرم عينك.